مساء الخير أهلا بك. عليكم وللمشاهدين. بدءا وكما ذكرتم في التقرير، هنالك دواعي مباشرة ودواعي غير مباشرة جعلت من السودان أن يخطو بهذا الاتجاه. والأول كما ذكرتم هو عدم اتباع اللجنة السداسية التي تشكلت في نوفمبر والمتوافق عليها من الدول الثلاث للمنهجية التفاوضية الجديدة كما دعا لها السودان. وهنا يمكن قراءة الموقف السوداني بأن أثيوبيا تعتمد طيلة فترة المفاوضات على استراتيجية. هذه الاستراتيجية هي تلعب على ضياع الوقت وتجديد الانتباه، وفي نفس الوقت استمرار عمل المفاوضات جنبا إلى جنب. هذا أولاً. الثاني أن السودان دعا الاتحاد الأفريقي لتشكيل فريق من الخبراء لصياغة اتفاق يكون هذا الاتفاق بداية لتأسيس موقف أو تسوية بين الدول الثلاث، وهذا ما لم يحدث، وهذه هي الظروف المباشرة. وبالتالي الاتحاد الأفريقي ربما في هذا الجانب قد لا يتوفى يستطيع أن يصيغ مقترح قابل للتسوية بين هذه الدول الثلاث كما تم سابقا أو كما حدث اليوم بفشل هذه المباحثات. ويرجع ذلك إلى التمترس الذي يخيم على هذه الدول الثلاث باعتمادها على كل الدولة على استراتيجية منفردة فيما يعرف أو فيما يتعلق بمفاوضات صد النهضة. طيب سيد أبو بكر، شروط التفاوض السابقة ربما أثبتت فشلها، لمن برأيك تتجه أصابع الاتهام في عرقلة الحوار وعدم إحراز تقدم في مسار المفاوضات؟ وهل يمكن أن نشهد إحالة النزاع إلى الأمم المتحدة للبت فيه؟ بالتأكيد إذا فشلت هذه المباحثات مرة أخرى فالدولتين مصر والسودان باعتبارهما دعت في فترات سابقة إلى أهم أو توافقت، وهذا حدث في هذا الشهر عندما تبنى الرئيس السوداني والرئيس المصري رؤية مفادها أن الدولتين بنهاية هذه الجولة لا بد أن تتوصل إلى صياغة اتفاق قانوني ملزم بالنسبة لأثيوبيا يتعلق بجبر الضرر أو تعويضات تعويض الأضرار التي يمكن أن تحدث فيما يتعلق بالمتغيرات إذا حدثت لصد النهضة. وهذا ما ترفضه أثيوبيا طيلة المفاوضات، وتلتزم هنا أن هذا السد هو ملك لأثيوبيا وأن النيل أيضا ملك لأثيوبيا، فبالتالي هي تتحدث مع الدولتين بمنطق أن هذا السد أو هذه الماء لنا كما ذكر وزير الخارجية السابق، الماء لنا والأرض أرضنا، وبالتالي هي لا تأبه بأي اتفاق يمكن أن يحدث المستقبل. وهذا يعني لا يمكن أن يوصل إلى اتفاق في المستقبل باعتبار أن أثيوبيا تتمترس في موقف أو تريد أن تستمر وساطة الاتحاد الأفريقي الذي لا يستطيع أيضا أن يجبر أثيوبيا بتبني وجهة نظر توافقية مع الدولتين، وربما تنجح الدولتين بالمرة في قادم الأيام بأن تصيغ مسودة يتم تقديمها للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن بغرض التدخل لتسوية ما تم أو لإجبار أثيوبيا وإقامتها على الدخول في مفاوضات بمنهجيه كما ذكر السودان بمنهجيه جديده. نعم. ليست منهجيه تشتيت الوقت وضياع الفرص كما ظلت تعتمدها طوال فتره المفاوضات، وهذا ايضا لا بد من ربطه بما يجري في الداخل الاثيوبي. ربما ستتعرض اثيوبيا لضغوط دوليه كبيره تجبرها للتنازل، واتوقع ان في جوله قادمه ان يرضخ أبي أحمد لهذه أو لهذه الشروط التي يمكن أن أو الكروت التي يمكن أن تلوح بها الدولتين مصر والسودان، باعتبار أنه يواجه الآن
ضغوط دولية كبيرة تتعلق بالحرب التي شنها على إقليم تيجراي. نعم، أشكرك جزيل الشكر أبو بكر عبد الرحمن، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من الخرطوم.